الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير من هنا من على ارضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الاصيلة. انطلق شوطنا الرئيسي للثنايا القعدان للانتاج والمنتجين، انطلقت هذه الاسماء وانطلقت هذه الشعارات لتزين ارضية هذا الميدان. انطلقوا ابناء القبائل، انطلقوا المنتجين في هذا الصباح وفي هذا الانطلاق الرئيسي. اتقدم مباشرة مع البداية ومع المركز الاول شاهين علي بن جابر بن سالم باللزي وحلم الري من يقدم وينطلق مع انطلاقة شاهين مع المركز الاول. المركز الثاني غياض خالد بن محمد بن خالد العطية ينطلق مع ثاني الاسماء وينطلق مع ثاني التحديات. المركز الثالث الوصول والتقدم من هملول حمد بن سعيد بن محمد بن مهير المري يتقدم وينطلق مع انطلاقة هملول على ثالث الاسماء. النقلة والدور الى المركز الرابع هنا الشقب جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري يقدم لنا الشقب على رابع الاسماء. ينطلق مع الشقب في هذا الشوط الرئيسي. المركز الخامس الوصول والانطلاق من قبل مشرف محمد بن سعد بن علي آلف هيد المري ينطلق مع مشرف على خامس الأسماء. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدين الكرام للخمسة الأسماء المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط الرئيسي. أعود مع البداية، أعود مع المركز الأول. هنا يتقدم شاهين علي بن جابر بن سالم باللزي وحلم الري يتقدم مع المركز الأول، يتقدم مع البداية. ولكن الشعار العطية، شعار العطية واصل مع ثاني الأسماء. يقدم لنا غياض خالد بن محمد بن خالد العطية مع انطلاقة غياض ومع اندفاع غياض مع المركز الثاني. المركز الثالث شعار بن مهيرة، شعار بن مهيرة ينطلق مع ثالث الأسماء. يقدم لنا انطلاقة هملول حمد بن سعيد بن محمد بن مهير المري يتقدم بهذا الشعار الكبير وهذا الشعار الخطير مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول وصل في هذه اللحظات، وصل شيتا، شيتا مع المركز الرابع. وصل المرشح يتقدم مع رابع الأسماء بشعار محمد بن مبارك بن سالم المري يقدم لنا شيتا يتسلل إلى المركز الثالث. ينطلق شيتا في هذا الانطلاق الكبير. المركز الخامس الوصول والتقدم من قبل مشرف محمد بن سعد بن علي آل فهيد المري يتقدم مع مشرف ويغير مع المركز الرابع. المركز الخامس شعارك يا بن جبر، شعارك يا الهاجري يتقدم مع الشقب مع خامس الأسماء. جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري يقدم لنا الشقب وانطلاقة الشقب على خامس الأسماء. يتقدم باحثا عن الشوط الرئيسي للإنتاج والمنتجين. ولكن شعار العطية، شعار العطية ينطلق ويغير مع المركز الأول، يغير مع غياض خالد بن محمد بن خالد العطية مع المركز الأول مع البداية ومع الصدارة. المركز الثاني الوصول والقدوم من شاهين علي بن جابر بن سالم باللزي وحلم الري يتقدم وينطلق مع شاهين على ثاني الأسماء. وصل شيتا، وصل شيتا مع ثالث الأسماء. يتقدم هنا
شعاري بن سالمين محمد بن مبارك بن سالم بن سالمين المري يقدم لنا شيتا يغير بدوره الى ثاني الاسماء ينطلق شيتا مع انطلاقة شعاري بن سالمين المركز الرابع الوصول من مشرف محمد بن سعد بن علي آل فهيد المري يتقدم مع مشرف على رابع الاسماء المركز الخامس الوصول من الشقب جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري ينطلق مع انطلاقة الشقب على خامس الاسماء ينطلق شعارك الهاجري مع خامس التحديات ولكن نعود مع شعار العطية ومع شعار بن سالمين يا سلام يا سلام انطلق شيتا شيتا انطلق مع الصدارة انطلق مع الريادة صاحب شوط الرئيسي في المحلي الاول هنا باحث عن الشوط الرئيسي بشعار بن سالمين هنا ينطلق مع الصدارة ينطلق مع الريادة يا سلام يا شيتا محمد بن مبارك بن سالمين المري ولكن الوصول الوصول والقدوم من قبل مهيض مهيض يا الدوسر مهيض مهيض يا الدوسر مهيض فهد بن محمد بن راشد الدوسري ينطلق مع مهيض يفرق الصفوف وينطلق مع ثاني الاسماء وينطلق مع ثاني التحديات وايضا الوصول من المركز الثالث هنا والتقدم من قبل شاهين علي بن جابر بن سالم بالزيوح المري ينطلق مع ثالث الاسماء المركز الرابع هنا مشرف محمد بن سعد بن علي آل فهيد المري مع رابع الاسماء يغير مع المركز الثالث المركز الخامس غياض خالد بن محمد بن خالد العطية ولكن اعود مع شيتا اعود مع شيتا من ينطلق مع الصدارة من ينطلق مع الريادة باحثا عن الشوط الرئيسي للانتاج والمنتجين لسن الثنايا القعدان هنا ينطلق شعاري بن سالمين شعاري بن سالمين مع شيتا 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 مع المركز الاول 1500 ما تبقى عن النهاية ما تبقى عن الشوط الرئيسي المركز الثاني الوصول من مهيض مهيض فهد بن محمد بن راشد الدوسري وايضا وصل مشرف مع ثالث الاسماء محمد بن سعد بن علي آل فهيد المري يقدم مشرف مع ثالث الاسماء من يتقدم مع المركز الثالث ولكن شيتا شيتا مع المركز الاول شيتا مع البداية ومع الانطلاق الاول ومع الشوط الرئيسي عصا تراك دوامنا الكيلومتر الاخير الكيلو الخطير وصل مشرف وصل مشرف وصل شعار محمد بن سعد بن علي آل فهيد المري يقدم مشرف مع المركز الثاني شعار الدوسري مع المركز الثالث ولكن شيتا 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 وانطلاقة شعار بن سالمين وصل مشرف 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 يا بن سالمين مشرف يا مالك شيتا مشرف يا بن سالمين مع المركز الثاني ولكن شيتا شيتا محمد بن مبارك بن سالم المري يتقدم مع الصدارة الامتار الاخيرة الشوط الرئيسي الشوط الاول شوط الانتاج والمنتجين شيتا ومشرف مشرف مشرف شعار بن سالمين يتقدم مع الصدارة يتقدم مع الريادة محمد بن مبارك بن سالم بن سالمين المري يتقدم مع الشوط الرئيسي الشوط الاول الشوط الرئيسي مع شعار بن سالمين مع هذا الشعار الكبير من انطلق مع الشوط الاول الشوط الرئيسي هذا القعود صاحب شوط رئيسي في المحلي الاول وهنا يكرر الانجازات والبطولات والتاريخ المشرف هنا مع شيتا شيتا محمد بن مبارك بن سالم المري هنا بن سالمين سلام يا بن سالمين سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الكبير شيتا محمد بن مبارك بن سالم بن سالمين المري المركز الثاني مشرف
محمد بن سعد بن علي آلف حيد المري المركز الثالث، كان مهيض فهد بن محمد بن راشد الدوسري المركز الرابع، الذيب سالم بن حفيظ بن سالم المري المركز الخامس، المركز الخامس عزام راشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لمالك شيتا محمد بن مبارك بن سالم بن سالمين المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الكبير في هذا الشوط الرئيسي، ويكرر الانجازات ويكرر البطولات في هذا المحلي الثالث، صاحب شوط رئيسي في المحلي الاول، وهنا يكرر انجازاته وبطولاته بشعار بن سالمين ويحصد الشوط الرئيسي في هذا الصباح لسن الثنايا القعدان. هيا ساعة وصول شيتا الى خط النهاية منتزعا هذا الشوط بشعار محمد بن مبارك بن سالم بن سالمين المري. توقيت الزمني ساعة وصوله الى خط النهاية 9:30 70 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الكبير. المركز الثاني مشرف محمد بن سعد بن علي آل فهيدة المري 9:31 84 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث، المركز الثالث مهيض فهد بن محمد بن راشد الدوسري 9:35 بدون أي أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.